السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي الكريمات، مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم فقاس في الثلاجة ناجح 100%، ما كيتهرش وما كيتفرتش وسهل جدا في التحضير، والمقادير جد بسيطة. إلا عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابونوا في لاشين باش تسلب جديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم دعموني بالليك ديالكم وتبارتاجوا الفيديو مع العائلة والأصدقاء ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. فعلى بركة الله غادي نحتاجو بالنسبة للمكونات، عندي كاس ديال اللوز. بالنسبة للوز كاع ما كان يعني كاع ما كنهرسوش، كنخلي اللوز صحيح. عندي نص كاس ديال ما زهر، كاس ديال الجنجلان اللي منقي ومحمر، زلافة ديال سكر سنيدة، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الزبدة. يعني كديروا نص كاس ديال الزبدة مدوبة وكتكملوا الباقي بالزيت. غادي نحتاج 4 ديال البيضات، 2 اكياس ديال خميرات الحلويات، معلقة ديال النافع، وكيس ديال سكر فانيلا، قبصة ديال الملحة، ودقيق على حسب الخليط. فعلى بركة الله غادي نبداو بطريقة التحضير. هنا غادي نوضع جميع المكونات في الكسعة. عندي قبصة الملحة، الجنجلان، النافع، غادي نزيد الزبدة، نص كاس ديال الزبدة ونص كاس الزيت، سكر سنيدة، كيس ديال سكر فانيلا، 4 ديال البيضات، بالنسبة للناس يعني اللي قلالين وبغاو يديروا فقط نص عجنة يديروا نص ديال هاد المكونات هادو. فدابا غادي نخلط يعني نخلطهم مزيان حتى كيرجع لنا خليط متجانس. غادي نزيد كاس ديال اللوز، يعني العبار دائما بكاس الشاي المغربي او كاس العنبة. صافي دابا غادي نبدا نزيد الطحين شويه بشويه، ما خصوش يجيكم قاصح باش ما يجيكمش العجين او الفقس ديالكم مدقس من الداخل او معجن من الداخل، فخصو يجي تكون العجينه رطبه، والاهم حاجه انها ما تكونش كتلصق في يديكم وتكون كتجمع، يعني يسهل عليكم انكم تحربلوه. صافي هنا من بعد ما جمعت العجينه غادي نزيد الخمارات الحمر وغادي ندخلهم مزيان في العجينه. العجينه ديال الفقاس ما كتدلكش، فقط جمعوها، يعني حاولوا انكم تجمعوها مزيان وصافي. صافي دابا غادي نقسمو على 4 ديال الكرات وغادي نبدا نحربلهم. بالنسبه للطبسيل ديال الفران راني دهنته بالزيت، ممكن انكم ديروا الكاغيط ديال الزبده، كيبقى ليكم الاختيار. وكنعتذر بزاف على الاضاءه كانت عندي قويه، ف يعني الفيديو جا ضاوي بزاف. صافي كما لاحظتي بديت كنحربلهم، ما تحربلوهمش رقاقين بزاف، خليو فيهم شويه يعني كيجيكم مقادين. وفي هاد الاثناء هادي راني رديت الفران كيسخن على درجه حراره 180. من بعد ما غادي نسالي التحربيل ديال الحبات اللي عندي كاملين. كيجيونا على هذا الشكل. هذا هنايا خديت اصفر بيضه مع معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان او النسكافيه، وغادي ندهن بها يعني هذا الفقاس هذا مزيان. دهنوا من الفوق ومن الجناب باش يجيكم محمر من جميع الجوانب. صافي هنا كنجيب فرشيطه وكنزينهم بشكل عشوائي. صافي هنايا غادي ندخلهم الفران، بعد ما غادي تساليو بالزين ديالهم بالفرشيطه غادي تدخلوهم الفران، غادي تقللو اقصى درجه عندكم وغادي تخليوهم يطيبوا على خاطرهم. هنايا من بعد ما طاب الفقاس كتخشيو فيه الكوردون، الا خرج لكم الكوردون ناشف صافي خرجوا الفقاس من الفران. انا درت واحد الغلط، انني خرجت الفقاس عاد قلبت بالكوردون ولقيت الفقاس مازال خاص واحد شويه وعاود ترديته، ففي هذه المرحله هذه هبط لي الفقاس. فمن الافضل انكم تقلبوا بالكوردون والفقاس مازال في الفران.
صافي هنايا غادي نشد خرج يعني حيدته من الطبسيل وضعته في واحد هكا في واحد الغطار وغطيته يعني بالمنديل يكون فازق وخشيته في الثلاجة ليلة كاملة. اهم حاجة انكم تخليوه ليلة كاملة في الثلاجة، هادشي اللي كيخلي الفقاس ديالكم كيجيكم سهل في التقطع وفي نفس الوقت ما كيتفرتتش نهائيا. صافي هنايا غادي نبدا نقطعو، كما كتلاحظوا كنقطعو على شكل مائل وكنبداو تقطعو هكا بالسكين شوية. الاهم حاجة ان السكين يكون ماضي، واللوز ما تخافوش من اللوز يعني حيت درتيه صحيح ما تخافوش منه، فراه دغيا كيتقطع يعني ما كيعذبكمش نهائيا. صافي غادي نستمر بهذه الطريقه هذه تنسالي الكميه اللي عندي كامله بالتقطاع. وفاش كنقطعهم انا كنقطع وانا كنصوب في الطبسيل اللي غادي يدخل الفران. يعني حتى كتساليو التقطاع ديال الفقاس ديالكم كامل عاد كتبداو بالطياب، وبطبيعه الحال بالنسبه للطياب كتكونوا راد ديال الفران كيسخن من قبل. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه تنسالي الكميه اللي عندي كامله بالتقطاع ونعاودو نتلاقاو. هنا استفت الفقاس اللي غادي يدخل الفران وغادي ندخلو دابا الفران يطيب ويتحمر ونعود نتلاقاو باش نشوفو الشكل ديالو النهائي. فاخواتي بعد ما الفقاس خدنا شكل اللون الذهبي كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي المنظر ديالو جد راقي. فقط باش يجيكم الفقاس ديالكم عفوا واسع، فتفادوا انكم تخرجوه من الفران عاد تقلبوه، يعني بحال اللي درت انا، خليوه في الفران ودخلوه كيغضوا هكا بشويه وخرجوه باش تشوفوا. يعني اهم حاجه انكم كتخليوه في الفران اكثر من نص ساعه، يعني اكثر من 30 دقيقه كيبقى في الفران على نار مهيله جدا. صافي انا هنا غادي نتفادى مره واحده اخرى، ما غاديش ندير هذا الغلط هذا، فما بغيتكمش ديروا الغلط بحالي وتطيحوا فيه. نتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، الى عجبتكم ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش توصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع العائله والاصدقاء ديالكم. نهايه الوصفه دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.